اكتب الرمله راه فات فوق السكنه. اي والله غالبا اكتب الرمله راه قاعده معرمه، دخلت عين الدخل ما يقنيش من الدخول ولا من الخروج. هكذا حاصرت الرمال سكنات المواطنين بمنطقه القطيفه جنوب بلديه سيدي عبد الرحمن بيتيرت، حيث اصبحت هذه المشاهد الكارثيه لزحف الرمال تنغص حياة الإنسان والحيوان معا. دخلت علينا موت للسخف، دخل وراها في الديار الداخل، ادخل في الديار الداخل، والله ما يخص منها. زوالك راك راني واكلهم، ما قلناش ناكلهم انا العجاج، اليوم راه نهار زين ما عليناش، بصح انا العجاج والله كيما البارح عشوية تدخل بالضو دار، دارك تدخل بها الضو. العائلة راها مشوش، قول لهم يهدي منكم وربي لا بغيت وربي سلتوا عليها غير الرملة. والله مقاول ثاني يكون فيه الخير من أصحاب الخير، غير مقاول فيه الخير يا سيدي، اجي عاوننا سيدي. لا بغيتو ربي يا سيدي، جيبو لنا بوكله والله جيبو. قاعد فوقك راها كي تجي تقمي لنا في الدار نيشان، تقمي في الدار. ما تخلي حتى حيه ولدي، ما تخلي لنا فراش، ما تخلي لنا غطا، ما تخلي لنا حتى حيه. ما عندناش وين نروحو، كون عندنا وين نروحو نروحو، ما عندناش رانا قاعدين في بلادنا. نهار اللي نوض القبار رانا كسرتنا ما ناكلوهاش وخواطر. حيه تاع النار هذه. الكثير من السكان يعاني من زحف الرمال. التي باتت أيضا تهدد صحتهم العامة من خلال انتشار الزواحف والعقارب. طلبنا وقلنا البلدية روحوا غير سلتوا علينا، روحوا سلتوا علينا نقوا علينا شوية طارم لا، ولكن ما جاوناش. راك تشوف القصبة هذه كان فيها 300 متر، راه ماهيش باقي منها نص متر، راك تشوف بعينك. العقرب والله إلا راك تشوف بعينك وراك تصورها. الزلالي والله لنا خايفين عليهم يا ودي، نطلبوا منهم من رب العالمين السلطات يجيبوا لنا الدواء. بلادها عريانه وراها ما عندهاش كاع اللي تشدها، الرمله ما عندهاش اللي تشد، جات من قرب تجي، جات من قبله تجي، جات السكنه راكم تشوفوا بها، السكاني راكم تشوفوا بهم اللي كاين، ها مردومين، ولادنا مردنا، الله قاد، بسليت وما وصلتوش علينا. الرمال باتت تصعب حركه السير بالمركبات اتجاه هذه المناطق. كما باتت تعزل السكان وسط ظاهرة تسجل لأول مرة وتحتاج لتدخل عاجل قبل تفاقمها لمساعدة هؤلاء المواطنين.